قلت لكم أزيد وقت من سنة أو سنتين، إياكم وفتح الحدود، إياكم وفتح الحدود. أنا شخصيا أنا حاشاكم عندي جنسية مغربية، إياكم غادي تزرفوا وغادي تفتحوا الحدود. علاش؟ لأن والله ثم والله يا الخليجيين حتى يديروا عندكم تما التير، الشعوذة، الدعارة، المخدرات، القرقوبي، السيوفة. فإياكم الجزائريين تفتحوا الحدود، خليهم يتكرزوا تما، خلي، لأن السياسة نتاع النظام الديكتاتوري العلوي راه غايهضر معاك مزيان في الخطاب ومن اللور كيغرز ها وكيضرب بالموس وكيذبح وكيتجسس على خوتو وكيبيع وكي راه هذا هو الخائن. هاد العلويين من اكبر الخوانه في التاريخ نتاع ليمانيتي. اذا فيت اتونسيون خوتنا الجزائريين، خاوه خاوه، حنا نموتوا عليكم وانتم تموتوا علينا، حنا ولاد الشعب، انتم مدقوقه فيكم وحنا مدقوقه فينا، ولكن الا فتح الحدود. اوهو اياكم، راه محمد السادس رئيس لجنه القدس، وشوف كي كيطبع مع الاسرائيليين، وشوفوا الطائرات اللي كيوصلوا للمغرب الاسرائيليين، راه غادي تشوفوا اليهود واسرائيل عندنا في المغرب حديت ولا حرج. علاش؟ لان رئيس لجنه القدس كيطعن في خوتو ديال فلسطين وكيبادي الصهيون، وغدا عاوتاني غيقول لك خوا خوا حنا مع الجزائريين، ويطعن فيكم ويتجسس عليكم ويعلم الله شنو غادي يدير فيكم. فلهذا اياكم والغدر نتاع العلويين، خليو الحداده مسدوده، خليو الشعب اللي ميت، الشعب اللي ما فيه نفس، انتوما بعدا راه مازال الجزائريين كتخرجوا كل جمعه ودايرين يد في اليد، كي القبائل كي الصحراوه كي 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 الناس ديال العاصمه وهران، ما عارفش داك الشيء اللي عندكم تما. المهم انا الجزائريين احييهم من هذا المنبر، وكنقول لهم وزيدوا واصلوا انتفضوا حتى يتهز عليكم الظلم، وخليوا المدلولين، خليوا المكبوتين، خليوا التريكس نتاع الدعاره في المغرب اللي مولفين السعايا ويبقاو يصوروا في الخليجيين كيمارسوا الدعاره وكيمشيو للبيدوفيليا تما، كيبقاو يغتصبونا الدراري الصغار، وكيجي محمد السادس كيعفو عليهم، لان علاش؟ لان دوله نتاع الدعاره والدوله نتاع التقوى الى اخره. فلهذا جزاكم الله بخير، زيروا زيروا لي الكلب، ومازال عاد غادي تشوفوا القادم غادي يكون اكفس بكثير، لان المغاربه هادو هما المغاربه، عارفين انه الدوله الديكتاتوريه كتقمع فيهم، وهما العلي العلي يخطيك، عجبك الفيديو ديرها، ما عجبكش الفيديو هاك. النصيحه للجزائر.